الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فم. موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة، معكم سهام حمدي في الميكرو، أم بوخيت في الإخراج التقني للحصة. كالعادة رحب بضيفتي مدام نجيبة الحاجي، الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل مستمعي الحياة فم. يعيشك، شكرا لك. مدام نجيبة، اليوم نحكي على الإدماج المدرسي ولا الدمج المدرسي، باش نحاولوا نتعرفوا عليه شنو هو، نبسطوا أكثر أسادة المستمعين ونشوفوا المميزات متاعو والأنماط متاعو، وللإشارة في أنه باش تكون فما حلقة أخرى باش نزيدوا نوضحوا فيها الإدماج المدرسي. في البداية لو كنت تعرف لنا ما معنى الإدماج المدرسي. نجم نحكو بصورة أوضح، نحكو على التربية الدامجة اللي هي معناتها مشروع مجتمعي بامتياز يركز وهو عنده فلسفة اجتماعية أساسها التضامن الاجتماعي والعيش المشترك وتقبل الآخر. كي نمشي نعرفوه عنا برشة تعاريف، عن اليونسكو عندها تعاريفها، عن المنظمة العالمية للصحة عرفته بطريقة، عنا برشة. احنا باش نمشوا نعملوا حوصلة وتعريف واضح وصريح باش يحكوه ايش معناه الدمج المدرسي. احنا حكينا على المحيط المدرسي بصفة عامة وحكينا على المدرسة، احنا طبعا عندنا بيريود كبيره ونحن نحكوا على المدرسه وش فما في المدرسه اتسيترا، حكينا على الامتحانات، حكينا على نتائج الامتحانات وكيفاش نتقبلوها اتسيترا، حكينا على المشاكل الموجوده في المدرسه من عنف، من مخدرات، من برشا برشا حاجات، مشاكل متعدده، حكينا على صعوبات التعلم اتسيترا. بقيت عندنا احنا صغيرات يسموا ذوي الحاجيات الخصوصيه موجودين في المدرسه، توا سي لو طون باش نطرحوا الاشكاليه هذه. الصغيرات هذوما كيفاش يعيشوا الاسلوب التربوي، كيفاش يتفاعلوا مع المنظومه التربويه. دونك من قبل لحقوا عليها برشا عباد، هذيك علاش اتخلقت التربيه الدامجه او الادماج المدرسي اللي هو يتعرف بصفه عامه، اللي هي التعريف نتاعو هي تربيه او نظام او اسلوب تربوي الأهداف متاعه هي تربية وتعليم وتثقيف الأطفال في وضعيات خاصة باش يولوا قادرين على الاندماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وهذا النظام والأسلوب والفلسفة هذه راهي تحارب الإقصاء والتمييز والتهميش، وتحول هالصغيرات اللي هما في وضعية معناها وضعية خاصة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية باش يسهل التعامل مع متاعهم. هل التربية الدامجة عندها أساليبها، عندها مميزاتها؟ شنو المميزات؟ المميزات متاعها هي لله عندها بارشة مميزات. أهم مش نذكروا أهم النقاط في الوقت أنه ما يسمحش. بالنسبة لي هي ترى أنه الصغيرات الكل راهم ينجموا يتعلموا هالتربية هذه، تعترف بالاختلاف وتحترمه، تضمن المساواة في الحقوق خاصة في التعليم للصغيرات الكل كيما السوي كيما الطفل ذا الحاجة الخصوصية، تتيح معناها أساليب وطرق وبيئة خاصة للصغيرات هذوما باش يتجاوزوا صعوباتهم. هل التربية الدامجة هذه تضمن استراتيجيات موسعة للارتقاء بمجتمع دامج؟ هي تشكل سيرورة دينامية تتطور بكيفية مستمرة، الهدف نتاعها هي الوصول إلى تربية ذات جودة عالية للجميع للسوي وذا الاحتياجات الخصوصية. كيفاش يعني الأساليب الأنماط؟ أي أو الأنماط عندنا برشا أنماط اللي تركزت في أربعة أنماط اللي هي واضحة ومعمول بها معناها في الصعيد الجهوي والوطني والعالمي. هالأساليب هذوما هما أربعة. عندنا التربية العادية. التربية العادية شري الأسلوب متاعها كونه طفل معناها موجود في مدرسة عادية ما تراعيش معناها الوضعية الخاصة لك الصغيرات، معناتها الطفل ذا حاجة خصوصية وجد في مدرسة عادية. عن أمر طبيعي معناها. أمر طبيعي معناها دون مراعاة الخصوصية متاعه، هنو موجود أكهو دون لطن هذه خاصة. بعد فما التربية الخاصة. التربية الخاصة إنها تهتم بالصغيرات ذوي الحاجيات الخصوصية وتراعي خصوصياتهم ومعناها تستجيب لحاجياتهم أكونديسيون
انهم يكونوا بعاد. هذه ما تلقاش معناها يكونوا بعاد، يعني معناها هذه تربيه خاصه تهتم كان بذوي الحاجات الخصوصيه، ما معهمش اطفال عاديين. التربيه العاديه اللي هي تغيب العاديين، معناتها الاولويه للعاديين وبرنامج العاديين يتظلموا فيها كيما جات جات، فما تهميش اونتربيومي للطفل ذا حاجه خصوصيه. التربيه الخاصه، التربيه الخاصه تاخذ الصغيرات هذوما على عاتقها، فيها مربين مختصين، فيها معناتها فريق متعدد الاختصاصات ماهوش موجود مع الاسوياء اللي هي جمعيات الرعايه وحمايه ذوي الحاجات الخصوصيه، سواء حركه معناها اعاقه حركيه او ذهنيه او حسيه، اي نوع من الاحتياجات، اي نوع من الاعاقات. عندنا التربيه الادماجيه اللي بعد معناتها كيتطور الوضع التربوي، عن التربيه الادماجيه اللي هي فكروا باش في المدرسه العاديه فما اقسام خاصه لاطفال ذوي الحاجيات الخصوصيه، لكن هشنو اللي صار؟ ما فماش برنامج خاص، فما ارغامهم على النظام المدرسي والتربوي الموجود واعطائهم معناها سبل بسيطه جدا للتكيف. جت من بعد التربيه الدامجه، التربيه الدامجه حاولت تتجاوز صعوبات التربيه الادماجيه كونها حطتهم مع بعضهم مع مراعاه الفروق الفرديه ومراعاه ومعناتها فما مشاريع افراديه تتقام. انه فما مشروع وفما برنامج يتاقلم ويتكيف حسب مؤهلات الصغير وحسب احتياجاته وحسب التجارب. مدام نجيبة، يعني التربية الدامجة نجحت في أنها تجمع ساعة بين الطفل السوي والطفل ذا الاحتياجات الخاصة مع مراعاته في البرنامج، يظهر لي أحسن تجربة، خلينا نقول أحسن تجربة. أما بقيت تراهي ديما أنا نقول كبنت ترامة، أنا خبيرة في الميدان، إنها صحيح التربية الدامجة حل، معناها حل باهي وراعت برشا حاجات، لكن بقت ديما عندها صعوبات كبيرة في التطبيق، لأنها بقت ناجحة في المستوى النظري، أما في المستوى التطبيقي راهي تعاني صعوبات ورهانات كبيرة. علاش؟ على خاطر صحيح احنا تجربة مستحدثة من برا من تجارب أخرى، ما وفرنا لهاش الأرضية اللازمة، طبعا بعد نحكوا عليها في الصعوبات. في الصعوبات إن شاء الله نترقلها أكثر. بالنسبة للجمعيات، أنت عملت لهم إشارة مدام نجيبة، قلت لي مثلا في الجمعيات يعزلوهم على بقية، مش يعزلوهم، هذه يعني هم في معزل. عندنا نحن التربية الثنائية، نحبوا نحكوا مش عزل، التربية الثنائية. أنا إن الهدف الأساسي هو الإدماج الاجتماعي. سوكي إيش عملوا؟ عملوا مدارس خاصة للأسوياء ومدارس خاصة لذوي الحاجيات الخصوصية. المدارس الأسوية عندهم برامجهم وخصوصياتهم، ومدارس التربية الخاصة عندهم أساليبهم، عندهم فريقهم المتعدد الاختصاصات لإعداد هالفئات هذية باش تمشي معناتها تخرج للمجتمع وتتدمج في المجتمع. خاطر من البرامج الأساسية في المؤسسات التربية المختصة كونها معناتها عندها برامج تربوية إفرادية وعلاجية إفرادية وتكوينية إفرادية، معناها تاخذ كل صغير حسب القدرات اللي عنده، وعنده برنامج مشروع افرادي تربوي خاص، مشروع علاجي خاص، ومشروع معناتها تكويني خاص، يتخذ صغير من 6 سنوات فما فوق. اي شنو سلبيه؟ يقع التقييم نتاعو، ومن بعد يقع سن البرنامج، تطبيق البرنامج اللي هو الهدف الاساسي هي تنميه المهارات العقليه والعاطفيه والاجتماعيه والاستقلاليه الذاتيه، معناتها تخدم مجالات تطور الشخصية النمائية والأكاديمية بصفة عامة لطفل هذا. يعني تذليل، معناتها تحاول تقلص من الهوى والفارق بينه وبين السوي، تحاول تخلطه. بالنسبه للجمعيات مدام نجيبه، فما برشا جمعيات، يعني تو حتى بعض الاولياء اللي نجم يكون عندهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي يهزوا الجمعيه تتلهي بيه، وفما كوادر غادي وكل. دونك احنا حكينا اللي فما راهو بعض المشاكل في التربيه العاديه، في التربيه الخاصه، التربيه الادماجيه، تترا حتى لين وصلنا للتربيه الدامجه. الوليدات هذوما شنو السلبيات اللي نجموا يحسوا بها وقت اللي نهزوهم احنا الجمعيات ويتلهيوا بهم رغم المحاوله والاحاطه بهم وكل شيء، لانهم يحسوا رواحهم؟ احنا ديما نحن معناتها نعدوا في صغير باش يكون عنده الصلابه النفسيه وتحمل، معناها تحمل السلوكيات الاجتماعيه العامه لبرا. هو رو من المستحسن ان تكون ثم تربيه الدمج،
لانه الصغير كيكون في محيطه يصيرك التقبل والاحترام من لي برومي با، مش وانت تكبروا بعد تخرجوا، معناتها كي يتعايش مع وضعيته ويتقبلها يا حبذا من الاول اكونديسيون انها تتوفر الظروف الملائمه في المدرسه اللي يصير فيها الدمج. ونحن ديجا عندنا حتى في القروين ولا في الولايات الكل عندنا مدارس تسمى المدرسه الدامجه، مش المدارس الكل. باش نحكيو عليهم باكثر تفاصيل في الحلقه القادمه مدام نجيبه الحاجه الاخصائيه النفسانيه التربويه. يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتهم بخصوص التربيه الدامجه. هكا نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من برنامج الحياه في العائله، نتقابلوا في الحلقه القادمه في لمن الحياه في العائله، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.